فينا من يعرف كيف يتعامل مع مصاب لنحمله إلى المستشفى. ربما لا يجوز حمله وهو مصاب. المسكين يبدو أنه أصيب إصابة بالغة. ترى هل مات؟ أتظنه متزوجا؟ وما علاقة هذا الآن؟ يا حسرة زوجته لو عرفت الخبر. فضوها تجمل بلا فائدة. الناس يتفرجون ولا يفعلون شيئا. ما أكثر المتفرجين وما عند المسعفين. وما فعلت أنت من أجمي يا بطل؟ احترم نفسك. السائق هرب والجماعة سيتشاجروا. رأيي أن نطلب الإسعاف فورا. السرعة وعدم الانتباه هما من أسباب معظم حوادث المرور المفجعة، ومن الممكن إنقاذ حياة الكثير من المصابين لو توفرت لهم المساعدة الطبية فور وقوع الحادث. السائق في حالة إغماء والخطر يهدد حياته. إن نزيف الدم من الفم والأنف هو دليل على وجود نزيف داخلي نتيجة لارتطام عظام الجمجمة وتكسرها في موضع ما، وغالبا في أرق مواضع في الرأس. بذلك تتمزق الشرايين ويخرج الدم من الفم والأنف والأذن. والأكثر خطورة من النزيف الخارجي هو النزيف الداخلي، حيث يسيل الدم بين عظام الجمجمة والمخ فيدفع المخ عن مكانه الطبيعي ويضغط على الدماغ أو بالذات على مركز التنفس فيه، الذي من الممكن أن يصاب بالتلف نتيجة لذلك. وهنا ينبغي مساعدة المصاب ورعايته حتى مجيء سيارة الإسعاف ومراقبته باستمرار، حيث أن إصابة الجمجمة والنزيف قد يؤديان إلى توقف التنفس، وفي هذه الحالة يجب إسعاف المصاب بالتنفس الاصطناعي. إن أفضل طريقة لعملية التنفس الاصطناعي هي أن يضع المسعف يده اليمنى على جبهة المصاب واليسرى تحت الذقن، يحني الرأس إلى الخلف، ثم يسد أنف المصاب بالسبابة والإبهام لمنع خروج الهواء من الأنف أثناء عملية التنفس من الفم إلى الفم. وعلى المسعف أن ينفخ الهواء في فم المصاب بإيقاع تنفسه الاعتيادي، وأن يراقب بعد كل مرة انخفاض صدر المصاب مما يدل على خروج الزفير، ثم يكرر نفخ الهواء من الفم إلى الفم. أعطوا الخبز للخباز. ينبغي على كل إنسان أن يكون خبازاً.